سنزور في يومنا الثاني في محافظة الأحساء شرق السعودية بحيرة الأصفر التي تقع قرب مدينة العمران شرق الأحساء، كما سنتجول في واحة التمور والعيون المائية التي تعد من أكثر الأماكن خضرة شرق المملكة. الأحساء وتعني كثرة الحسي أي عيون الماء، إذ توجد هنا الكثير من عيون الماء الطبيعية مثل عين الجوهرية والخدود والحارة وعين نجم التي تتميز بمياهها الكبريتية وعين أم سبعة التي يقصدها الزوار وسكان المنطقة للسباحة والاستجمام. واحة الأحساء هي أكثر الأماكن خضرة شرق المملكة، وتعد أكبر واحة نخيل محاطة بالرمال في العالم، حيث تتجاوز المساحة المزروعة فيها 10,000 هكتار، فيما تضم نحو 3 ملايين نخلة تنتج أكثر من 100,000 طن من التمور سنوياً، أي ما يعادل 10% من إنتاج المملكة. تعد بحيرة الأصفر في الأحساء أكبر تجمع مائي في منطقة الخليج بمساحة 48 كيلومتر، وكانت تسمى سابقاً بحيرة حجر. تتميز بطبيعتها الخلابة وأعشابها الفريدة التي تنمو من حولها مثل أشجار الأرطة والشنان، ويطلق عليها بعض الشيوخ في الأحساء كحل الصيف وبياض الشتاء، نسبة لزيادة الصرف الزراعي الذي يحول البحيرة إلى لون غامق صيفاً، وفي الشتاء تزداد مياه الأمطار ويصبح اللون أزرق فاتحا. هذه البحيرة هي الوحيدة في المملكة التي تعيش فيها حياة فطرية متكاملة، وقد شبهها خبراء البيئة ببحيرة قارون المصرية، إذ تكاد أن تتطابق معها في الخصائص المائية والحيوانية والعشبية مع اختلاف المساحة. ليث بزاري، العربية، الأحساء السعودية.